المشكلة اللي ممكن تكون بتضايق الكل هي مشكلة الشكل بتاع امبارح ده، مش حلو يعني. وانا بصراحة في مثل كده يعني بيجي في، يعني جه امبارح في ذهني، وانا بحب اتكلم معاكم كده بصراحة يعني. عندي اخويا صغير اسمه عمر، بلعب انا هو دايما بلاي ستيشن دايما يعني. فبصراحة بيقعد دايما ايه يقطعني في البلاي ستيشن، يعني كل 50 ماتش اكسبه ماتش، لما بكسبه الماتش ده بتهرب من الماتش التاني، ما انا بقى كسبك يا ابني تعالى العبني الماتش يا ابني، انت اصلا ما بتعرفش تلعب، انا كسبتك اخر ماتش خلاص. طب ماشي بعدين انزل اروح مشوار اهرب منه يعني. فالمشهد اللي انا شفته امبارح ده فكرني بالموقف الخاص بيا يعني. فللاسف للاسف يعني حاجه ما تدلش على اسم الكبير للفريق المنافس يعني، امر غريب ما كناش نتمناه اطلاقا، وكنا نتمنى ان المباراه تتلعب والافضل هو اللي يكسب. طبعا احنا كاهلاويه كنا نتمنى الاهلي يكسب، الزملكاويه كانوا يتمنوا الزمالك يكسب، لكن في كل الاحوال الاهلي خرج ب3 نقاط، الاهلي التزم بالمباراه، الاهلي التزم بالميعاد، التزم حتى لما الميعاد اتقدم ساعه كمان او اتاخر ساعه كمان، بقى 8:30 بدل 7:30، اللاعبين كانوا موجودين، الحكام كانوا موجودين، وكل شيء ماشي بشكل جيد جدا. وان شاء الله باذن الله نتمنى ان المشاهد دي ما تتكررش مره تانية. واللي عايز اكد عليها لحضراتكم ان النادي الاهلي ملتزم بكل اللوائح والقوانين وملتزم بكل شيء وملتزم بالجدول الدوري. ممكن واحد يقول لي دلوقتي طب الاهلي هيشتكي لاتحاد الكوره او اللجنه الخماسيه في بيانه لما اتكلم وكده بعد عقوبات لجنه الانضباط، ده شيء وده شيء. انا بمشي في خطواتي بشكل طبيعي جدا، لكن في نفس الوقت انا ملتزم بالجدول اللي عندي، في نفس الوقت ملتزم باسمي وكياني، كيان النادي الاهلي بعاداته وتقاليده، ملتزم بشكل ومظهر الرياضه المصريه، هو النادي الاهلي كده، النادي الوطني، طبيعي جدا ان هو يلتزم بكل هذه الامور.